ميلاد يناير 2011 لغايه النهارده ان في فلوس كتير جدا دخلت البلد ودخلت لمنظمات او لكيانات او مبادرات غير مسجله وفقا للقانون اللي هو ساعتها قانون 84 سنه 2002 قانون العمل الاهلي، والفلوس دي تم استغلالها في كتير من الاعمال البعيده تماما كل البعد عن فكره التنميه او حتى فكره دعم ملف حقوق الانسان. فالازمه النهارده مع المنظمات دي مش مع المنظمات اللي هي مسجله وبتخضع للاشراف الفني والمالي من وزاره التضامن الاجتماعي.